أنا مرحبا فيكم. شوفوا بني الصهيون شنو سووا وشنو سيطروا. تعرفون احنا حرب اسرائيل وغزه، عسى الله ينجي غزه وينصرهم بالاحداث هذه. فشنو توصلوا، حتى التواصل الاجتماعي صار في حرب. تويتر ايلون ماسك يعني اعلن تأييده لغزه وسمح جميع المقاطع اللي تندد بالجرائم الصهيونيه وتنتشر في تويتر من غير اي خط احمر او اي حذف او اي انتهاكات خصوصيه اداره تويتر والى اخره. ولكن ابل، شركه ابل وخاصه الانستغرام والفيسبوك والواتساب، وفي بعض ايضا في برامج متصله بالفيسبوك كلها، تعرفون المتصله بالفيسبوك اخر شيء الواتساب اللي شروا لاداره انستغرام على الفيسبوك. فصار اي مقطع ينشر عن فلسطين والجرائم الصهيونيه اللي تسويها بحق المجازر الفلسطينيه يحذف تلقائي. شوفوا معي المقاطع بنفسك. هذا الانستغرام، دخلنا انستغرام التليفون الثاني. زين، بحط لكم مقاطع عن فلسطين. مثلا هذا المجزرة اللي صارت، تشوفونها قصف اسرائيلي يستهدف منازل. يلا ننزل المقطع. اوكي زين، شوفوا. اوكي، هذا المقطع لحد الموجود هني. انت بتكتب شيء بس، لكن انزل على طول. شوفوا، ما طلع المقطع نهائيا هني عند التحميل. الحين خلينا ننزل اي مقطع ثاني تشوفونه، مثل الصوره، مثل الفيديو هذا. اوكي زين، نفس الطريقه نزل عادي. شوفوا كيف الانستغرام اوبن، ما في مشكله. خلينا ننزل عن فلسطين. سبحان الله، شوفوا يا جماعه عن فلسطين مقطع ثاني، شفتونا؟ الحمد لله اي مسلم يشوف الفيديو وما يبكي مات ابوه. هذه شوفوا شو الانفجارات، خلينا ننزلها عن فلسطين. شوفوا يا جماعه، شوفوا 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 شو اللي شفتوا. ما طلع المقطع فوق على طول، اداره الانستغرام تحذفه دايرك، ما يمدي حتى ينزل. هذه اداره الانستغرام. خلينا نروح الحين الواتساب، كمل لكم المقطع معكم شغل الحلو القهوه مزاج. ولكن شوفوا يا جماعه الواتساب، هذا طبعا مدح فيني، الحمد لله الناس تحبني، محبوب من الله. الله يعافيك خيتي شيماء. دشين الواتساب، ابى انزل مقطع عن فلسطين، ماشي؟ هذا في دعاء. زين، لو جرب المقطع هذا اموره ماشيه طبيعيه وراح ينزل. ولكن تعالوا عن فلسطين، دعاء بحق فلسطين. شفت شلون فصل؟ هذا الواتساب مره ثانيه، بعد ما تقول واتساب، دشينا الحمله الوطنيه، دشينا هني. نبي نغير المقطع، ما نحط الدعاء لفلسطين، نبي نحط المجازر عن فلسطين. وين المجازر؟ عندنا اللي هو عاجل، هذا تشوفونه. يلا خلينا ندش عليه. شوفوا يا جماعه، ركزوا، شفتوا؟ طلعني، حذفني من الواتساب كله. مو مشكلة، هذا بعد الفيسبوك نفس الطريقة يا جماعة. ندش مرة ثانية، ندور مقطع ثاني ثالث عن فلسطين، وهذا مقطع ثالث تشوفونه عن فلسطين. الله أكبر، يحذفني، مو راضي يتقبل الواتساب. يعني خلينا نطرش مثلا مقطعين ويا بعض، مثال مقطعين ويا بعض، مثلا الصورة هذه تشوفونها، دشينا الصورة هذه وأيضا معاها نحط الدعاء مع فلسطين. يلا أوكي، قبل صح؟ خلونا تالي. اوكي، تنزيل، نزلنا، حذفني. شفتوا يا جماعه؟ هذه الاداره بالانستغرام والفيسبوك، والفيسبوك ايضا معاها جميع مقطع عن فلسطين والكشف عن الجرائم الصهيونيه يحذف. فان شاء الله ما يفصلون. وفي مقاطع انتشرت في الانستغرام، ولكن حذروا صاحب الاكونت بالانستغرام انه يحذف جميع اكونت، راح ينحذف دائما.